بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سنة تالتة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 139، لاباج 139. إذن الصفحة رقم 139. ونهود لاباج قلنا جوي يعني لعبة أو أنك تقوم بشيء. أحيانا جوي ممكن أن تعني أنك تقوم بشيء. جوبسيرف ليماج et je trouve des mots où j'entends dre, bre, elle, et, je, tre. J'observe l'image. أنا ألاحظ الصورة et je trouve des mots où j'entends dre, bre, elle, et, je, tre. إذن أنا ألاحظ الصورة ثم أبحث عن كلمات حيث أسمع فيها dre أو bre أو elle أو et أو je أو tre. إذن عندنا هذه الصورة، هل من الممكن أننا نجد كلمات نسمع فيها هذه الأصوات؟ إذن مثلا عندنا أغبغ. إذن عندنا أغبغ، إذن نسمع هاد بغ. ثم عندنا إنشوات، إذن نسمع فيها إت. ثم عندنا إيغونديل. إذن كلمة إيغونديل نسمع فيها ال. ثم عندنا كلمة ممكن نأخذ سيال، طبعا نتكلم هنا عن الصوت سيال، إذا نسمع ال. ثم ممكن أن نأخذ كلمة سادغ، إذا نقول سادغ، إذا طبعا نسمع دغ. أيضا عندنا كلمة برونش. برونش تتضمن بغ. عندنا أيضا كلمة برونش، إذا نتكلم عن هاد الغصن. لا برونش يعني غصن. ممكن أيضا نتحدث عن لوطخون يعني الجذع الشجرة. الجزء هذا إذا نتكلم عن هاد المنطقة من الشجرة تسمى لوطخون. إذا كلمة طخون تتضمن تخ. فيما يخص جي ممكن نتكلم عن la couleur jaune comme nous le voyons ici. On a des fleurs jaunes. إذا عندنا أزهار صفراء، إذا نتكلم عن جون إلى غير ذلك. ثم الفقرة الثانية عندنا je mets les phrases en ordre pour faire un texte. J'ai écrit le texte sur mon cahier. Je mets les phrases en ordre. أنا أضع الجمل في ترتيب. هنا المطلوب ليس فقط أن نضع الكلمات في ترتيب، بل أن نضع الجمل في ترتيب. عندنا بعض الجمل هنا، عندنا أربعة جمل. هنا دي فخاز كون دو لي ماتر اون اور بور فير ان تكست. إذن عندنا جمل التي علينا أن نضعها في ترتيب. كما نقول لنفعل نصا، إذن المقصود لتكوين نص. إذن Je mets les phrases en ordre pour faire un texte. J'ai écrit le texte sur mon cahier. أنا أكتب النص فوق دفتري أو على دفتري. إذن كما لو فويون، on a quatre phrases. عندنا أربعة جمل. Voilà la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase et la quatrième phrase. كما نلاحظ الجملة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. La première phrase. Le camion rejette de la fumée. إذن الشاحنة ترمي الدخان. La deuxième phrase, الجملة الثانية. Un camion passe devant l'arbre. شاحنة تمر أمام الشجرة. Après, la troisième phrase, inquiet. كما نقول قلقا. هنا تنتكلم على الشجرة اللي هي في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة، إذا نقول قلقا، المقصود قلقة بمعنى آخر وهي قلقة. هنا نقول وهو قلق. كما نقول من يكون لو صادغ، إذا نتكلم عن شجرة الأرز هي التي قلقة. إذا نقول قلقة لو صادغ سومي أكوغيغ. قلقة
شجرة الأرز بدأت في الجري. سمي سميتخ أق. عندنا هاد الصيغة سميتخ أق. سميتخ أق يعني أنك تبدأ في، أنك تبدأ في أو أنك تأخذ في. إذن كمنا نقول أن أخذت في الجري أو بدأت تجري. إذن أنكي قلقة، طبعا في المؤنث في اللغة الفرنسية نقول أنكيت أنكيت، إذن وهي قلقة. طبعا هنا كما قلنا كلمة لو صادق كما تشوفوا مسبوقة بهاد لو، إذن نتكلم عن كلمة مذكرة. إذن نقول في اللغة الفرنسية أنكي ولا نقول أنكيت، كما نتكلم عن شيء مذكر. في اللغة العربية نتحدث عن شجرة الأرز اللي هي كلمة مؤنثة، هنا نتحدث عن الجملة كما نتكلم عن شيء مذكر. إذن عندنا أنكي كما نقول قلقة وهي قلقة. لو صادق سمي أكوغيغ، شجرة الأرز بدأت في الجري. إذا المقصود وهي قلقة بدأت في الجري. ثم بعدها إلى كاتخيام فخاز لو صادق اي او بور دي شما، لو صادق اي او بور دي شما، لو صادق اي او بور دي شما. إذا نتكلم عن شجرة الأرز في وسط الطريق اي او بور دي شما، كما نقول أن على متن الطريق، إذا هي في وسط الطريق. إذا ما هي الجملة الأولى؟ ما هي الجملة الثانية؟ ثم الجملة الثالثة؟ ثم الرابعة؟ إذا كما قلنا لو كاميون رجيت دو لا فيمي، أن كاميون باس دو فون لارب، أن كي لو صادق سومي أكوغيغ، لو صادق إي أو بور دو شومان. سنقول أولا لو صادق إي أو بور دو شومان، لو صادق إي أو بور دو شومان. إذا نتكلم عن شجرة الأرز أنها وسط الطريق. ثم نقول ان كاميون باس دوفون لارب، اذا شاحنه تمر امام الشجره، طبعا ما دامت انها في وسط الطريق. ثم لو كاميون روجيت دو لا فيمي، اذا الشاحنه ترمي الدخان طبعا امام الشجره. ثم هنا ستتاثر الشجره. انكي قلقه او وهي قلقه. انكي لو صادق سومي اكوغيغ، قلقة شجرة الأرز بدأت في الجري. إذا الجملة ستكون هكذا لو سادا إتو بور دو شومان، أن كاميون باس دوفون لارب، لو كاميون روجيت دو لا فيمي، أن كي لو سادا سومي أكوغيغ. ثم عندنا لو تخوزيام باراغراف، جومي لي مواتي أونسومبل بور فورمي دي مو إي جولي، أن أضع الأنصاف. ما معنى أنصاف؟ المقصود هنا لي مواتي دي مو، إذا نتكلم عن أنصاف الكلمات، لمواتي المقصود به هو النصف. إذا جومي لمواتي، أن أضع الأنصاف، المقصود هنا لمواتي دي مو، أنصاف الكلمات. إذا أن أضع الأنصاف كما تنشوف هنا عندنا نص كلمات، النص هنا والنص هنا، ماشي نصف جملة. هنا عندنا نصف كلمات، هنا نصف كلمة، نصف كلمة، نصف كلمة، نصف كلمة، نصف كلمة، نصف كلمة، إلى غير ذلك. إذا نحن سنضع الأنصاف مع بعضها من أجل تكوين كلمات، في كل مرة نكون كلمة. إذا جومي لي مواتي أنسومبل بور فورمي دي مو إي جولي، إذا من أجل تكوين كلمات. ثم أنا أقرأ مثلا نو بخونو لا بخوميييغ مواتي، إذا نأخذ النصف الأول. هل نقول مثلا دي لي تخاس، دي لي تخاس؟ طبعا لما نرى هذه الكلمة، أو نقول ديليكيت ديليكيت، لا يصح هذا. أو نقول مثلا ديليسيس ديليسيس، هذه الكلمة غير موجودة، نحن لم نرى هذه الكلمة. أو نقول مثلا ديلي ديلينات ديلينات، إذا عندنا نظارات ديلينات. نأخذ هذ النصفين مع بعض، إذا نأخذ هذ النصفين مع بعض، نربط هذ النصف مع هذا. ثم عندنا إين بخا، نقول مثلا اون برانتريس، لم نرى هذه الكلمه. او نقول اون برانكيت، ان نقول مثلا اون برانكيت، طبعا لم نرى هذه الكلمه. ان نقول مثلا اون اون برانسيس، اون برانسيس، اذا نتكلم عن اميره، لو برانس ان برانس، امير اون برانسيس، اميره، لا برانسيس الاميره. هنا عندنا اون برانسيس، اون برانسيس، اذا نتكلم عن اميره من الاميرات غير معروفة، اون برانسيس. ثم عندنا اون كا،
أن نقول مثلا إنكاستخاس. طبعا لم نرى هذا، لم نرى هذه الكلمة إنكاستخاس، هل نقول مثلا إنكاس إنكاسكات؟ إذا نتكلم عن طربوش إنكاسكات، إذا نربط هذا النصف مع هذا، ثم هل نقول مثلا لامي لامينات، أو نقول لاميساس، أو نقول لاميكات، أو نقول لاميتخاس؟ طبعا رأينا هذه الكلمة لاميتخاس، إذا نربط هذا النصف مع هذا، إذا نربط النصفين مع بعض لاميتخاس لاميتخاس. أبخي نو برونو لو كاتخيام باراغراف، نأخذ أيضا الفقرة الرابعة. جو شوازي سو كي كونفيان إي جو لي لا فخاز. جو شوازي سو كي كونفيان إي جو لي لا فخاز. إي جو لي لا فخاز، أنا أختار ما يناسب. جو شوازي أنا أختار، طبعا عندنا لو فيرب شوازيغ، إذا أقول مثلا جو شوازي أن ستيلو، أنا أختار قلما. جو شوازي دي ليفغ، أنا أختار كتب. إذا جو شوازي سو كي كونفيان، أنا أختار ما يناسب. سو كي كونفيان، طبعا عندنا لو فيرب كونفونيغ نسبة. إذا جو شوازي سو كي كونفيان، أنا أختار الذي يناسب أو ما يناسب. إي جو لي لا فخاز، ثم أنا أقرأ الجملة، أقرأ الجملة. إذن عندنا هنا لو كاميون غول سيغ، طبعا عندنا هنا لو فيرب غولي، غولي، نقول مثلا ست فواتور غول تخي فيت، هذه السيارة تسير بسرعة. ست فواتور غول تخي فيت، هذه السيارة تسير بسرعة. أو نقول مثلا إيل غول تخي فيت، إذا نتكلم عن شخص يركب دراجة سيارة إلى غير ذلك، ثم هو يسير بسرعة. دائما لو فيرب غولي مرتبط بوسيلة نقل، إذا نتكلم عن لو فيرب غولي، سواء تعلق بالشخص الذي يركب هذه الوسيلة أو تعلق الأمر بالوسيلة، إذا نتكلم عن لو فيرب غولي. كما عندنا هنا مثلا لو كاميو غول، إذا نتكلم عن الشاحنة تسير أو تمر سور اسكون فا دير سور لو جاردان أو بيان سور لو شومان أو بيان سور لو لاك. لو كاميو غول سور لو جاردان لو شومان لو لاك، كلي لا بون فخاز، ما هي الجملة الصحيحة؟ هل الشاحنة تمر فوق الحديقة، فوق الطريق، فوق البحيرة؟ أكيد سنختار لو شومان، لو كاميو غول سور لو شومان، فوالا لا بون فخاز. أبخي أون لا غوت دو غاماس، إذا كما رأينا فيما سبق لا غوت دو غاماس، إذا قطرة الماء تجمع، ماذا تجمع؟ لو باكي، لا فاليز، لو كارطابل. إسكو لا غوت دو غاماس لو باكي؟ غاماس لا فاليز، غاماس لو كارطابل. هل قطرة الماء جمعت، طبعا تجمع عندنا هنا، تجمع قلنا لو فيرب غاماسي، عندنا فعل جمع، إذا هل قطرة الماء تجمع لو باكي؟ إذا نتكلم عن الرزمة أو الحزمة أو الطرد إلى غير ذلك، أو لا فاليز الحقيبة لو كارطابل يعني المحفظة، لو كارطابل المحفظة. كيلي لو بون شوا، ما هو الاختيار الصحيح؟ ما هو الاختيار الجيد؟ بيان سيغ لو بون شوا سي، إذا الاختيار الجيد هو لا غوت دو غاماس لو باكي، لا غوت دو غاماس لو باكي، إذا قطرة الماء تجمع الرزمة كما رأينا فيما سبق، عندما أرادت شجرة الأرز أن تذهب من مكانها، أن تترك مكانها وتذهب طليقة مثل الطيور مثلا، طبعا قطرة الماء جمعت الرزمة ثم تبعتها كما رأينا فيما سبق. إذا هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.